أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام من قناة الرافدين، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. نقرأ في صحيفة المدى: توجه برلماني لإلغاء استقطاعات الموظفين وضغط العجز البالغ 100 تريليون دينار. وفي القدس العربي: تصعيد خطير، جيش الاحتلال يواصل الحفر أسفل الأقصى. وفي العربي الجديد: الأمن العراقي أقمع تظاهرات جديدة في الناصرية بالغاز المسيل للدموع. في ألترا عراق: نائب يدعو لفتح تحقيق في أسباب انتحار الفتيات في مخيمات النازحين. في يقين نت: حقوق الإنسان، مقتل 3 وإصابة أكثر من 150 في أحداث الناصرية. في لوس أنجلوس تايمز: المشترك بين ترامب والخميني في اقتحام الكونغرس والرهائن الأمريكيين في طهران. أخيرا في العرب اللندنية: ورطة عراقية اسمها فالح الفياض بعد وضعه على لائحة العقوبات الأمريكية. لم يعد يخفى على أحد حجم الفساد الحكومي الذي يضرب أطناب البلد، الذي حوله لبؤرة فساد مالي وإداري أجزاء على الصناعة والزراعة العراقية، ويلاحق القوت اليومي للشعب للقضاء عليه ليدخل في نفق الانهيار والسقوط الحر بفعل صانعي السياسة الاقتصادية للبلد الذين لا يفقهون شيئا في علم الاقتصاد ولم يبالوا بانعكاسات هذه القرارات على المجتمع على المدى القريب والبعيد. فقد أضحى العراق يدور في فلك مظلم بسبب السرقات المليارية للأحزاب الحاكمة ولجار السوء العدو الإيراني. مقال للكاتب عمر الحلبوسي في صحيفة الميثاق الوطني، نستمع إلى جزء منه. ما نعيشه اليوم هو عجز وهمي مفتعل وليس عجزا حقيقيا، وهو ما دأبت عليه حكومات الفساد المتعاقبة من اختلاق عجز وهمي في كل الموازنة لغرض تحقيق أكبر قدر من سرقاتها لتمويل أحزابها وشراء المناصب وتقديم الهبات للخارج، إذ إن واردات النفط تكفي لسد الرواتب بالكامل دون تأخير مع المصاريف السيادية الأخرى الضرورية. وقد يظهر لنا بعض العجز البسيط في الموازنة الاستثمارية التي لم يجني منها شعب العراق سوى إثقاله بالديون الكبيرة التي أغرق العراق بها وسيبقى يعاني منها إلى ما بعد عام 2060. فالعراق يدفع سنوياً 8 مليارات دولار سداداً للديون الخارجية مع الربا الفائدة المفروضة عليها والتي هي أشد فتكاً من القرض نفسه، ناهيك عن الاقتراض الداخلي المتكرر من المصارف الحزبية التي تسمى بالمصارف الأهلية التي أسستها الأحزاب. فلكل حزب عدد من المصارف التي أنشأها من سرقة أموال الشعب وجعل الدولة رهينة لمصارفهم من خلال الاقتراض من هذه المصارف التي صنف بعضها ضمن المصارف الداعمة للإرهاب، مثل مصرف الإيلاف التابع لآراس حبيب كريم الفيلي شريك أحمد الشلبي وعضو البرلمان وائتلاف النصر. وفي آخر مشروع لتدمير ما بقي من العراق هو إصدار مشروع الموازنة في العراق لعام 2021 الذي تضمن قرارا تمهيديا هو إخفاض الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي بحجة تحقيق الفائدة للدولة وزيادة دخلها، لكن هذا القرار أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن من يصنعون السياسات الاقتصادية هم مجموعة مجرمون أو هم مجموعة مجرمين لا يملكون الحد الأدنى من الرحمة. الكهرباء مشكلة تزداد تعقيدا في البلاد طيلة 18 عاما من حكم الإسلام السياسي التحاصصي، رغم أنواع الوعود التي لم تحل شيئا بل تسببت بتعقيدات نتجت وتداخلت مع النفط والغاز والشحة وانقطاع الماء الصالح للشرب والإنترنت وشلل البلاد. حول الموضوع كتب مهند البراك في صحيفة المدى.
المشكلة ليست مشكلة فساد إداري فقط، بل سياسة رسمتها وترسمها المكاتب الاقتصادية للكتل الحاكمة لقصورها المعرفي واللاأبالية، أو بإرشادات أرجنتينية لاستخدام الكهرباء وتوليده كأداة سيطرة وفرض سياسة وقمع. ويرى سياسيون مستقلون بأن مشكلة الكهرباء بعد 2003 بدأت بعمليات تخريبية قامت بها فلول الدكتاتورية المنهارة بضرب محطات وأبراج الضغط الكهربائي العالي، وتواصلت بوتيرة أعلى على يد القاعدة وداعش، والفساد الإداري الذي التهم الأموال الفلكية التي جرى تخصيصها لإصلاح الكهرباء لتتطور إلى قضية أمنية حسمت وتحسم وتعقد القرارات في مشاكل وحلول سياسية كبرى، ثم قرارات بريمر الغبية في حل الدولة والجيش إثر انهيار الدكتاتورية، لتتدافع دول كبرى ودول الجوار خصوصا على الاستحواذ على ما يمكنها استحواذه، ولجعل البلاد أسواقا لبضائعها الكاسدة والعاطلة. ورغم إعلانات وتشكيل لجان تحقيقية منذ سنين على فساد دوائر الكهرباء ومسؤولين كبار فيها في حكومات متعاقبة للتحقيق في أكثر من 60 مليار دولار صرفت على الكهرباء منذ 2003، إلا أنه لم تعلن ولا نتيجة إلى الآن، ولم يعلن حتى عما وصلته التحقيقات بشأن حيتان هذا الملف، ولا عن إن تم استرداد الأموال أو جزء منها على الأقل وإلى الآن. وفيما يشير خبراء في الطاقة والكهرباء إلى أن إبعاد البلاد عن حواضنها الكهربائية الأصلية والعمل على جعلها تابعة لحواضن كهربائية جديدة سواء بالفرض أو التهديدات، هو استخدام الكهرباء كأداة ضغط سياسي وتهديد لصالح ولشروط من يعرض استعداده لحل المشكلة، سواء كانت شركات عالمية أو دولا غنية أو جيرانا ساعين لعدم تفويت فرصة الأرباح الفلكية أو المواقف الحاسمة لصالحها الضيق. مهما طال الحديث عن الأوضاع السلبية التي يعاني منها العراق منذ الاحتلال الأمريكي، فإن مربط الفرس وأساس المشكلة فيما قد آلت إليه الأوضاع من سوء ووخامة يتعلق بصورة أو بأخرى بالدور المشبوه لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولا سيما بعد أن قام ببسط نفوذه وفرض هيمنته على العراق بطرق وأساليب مختلفة، رغم أن عماده وتركيزه أو ركيزته الأساسية تقوم على أساس الأحزاب والميليشيات التابعة لهذا النظام والدائرة في فلكه، ذلك أن هذه الأحزاب والميليشيات هي من تؤدي الدور الأخطر، فإن عناصرها مهما كانوا غير كفؤين وغير مناسبين. عن ميليشيات إيران كتبت سعاد عزيز في مجلة الجاردينيا. سلبية دور هذه الأحزاب والميليشيات وما يدور في فلكها المشبوه قد تعدت وتجاوزت كل الحدود، لا سيما بعد أن طفقت تواجه الشعب العراقي نفسه وتقوم ليس بقمع وإنما حتى تصفية كل من يرفض دور ونفوذ النظام الإيراني ويواجهه. وإن عمليات اغتيال وتصفية الناشطين السياسيين من الرافضين للدور والنفوذ الخبيث للنظام الإيراني في العراق قد أثبتت حقيقة أن ولاء وتبعية هذه الأحزاب والميليشيات ليس للعراق والشعب العراقي وإنما للنظام الإيراني. فرض وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة الماضي عقوبات على فالح الفياض هيئة الحشد الشعبي بالعراق، وذلك وبحسب ما جاء في المبررات التي استدعت لذلك بحسب ما جاء في بيان الخزانة الخاص بذلك، أن الفياض كان جزءا من خلية أزمة تتألف من قادة ميليشيات الحشد الشعبي التي تشكلت في أواخر عام 2019 لقمع الاحتجاجات العراقية بدعم من الحرس الثوري الإيراني. وأكد البيان أن عناصر قوات الحشد الشعبي الموالية لإيران تواصل شن حملة اغتيال ضد النشطاء السياسيين في العراق الذين يدعون إلى انتخابات حرة ونزيهة واحترام حقوق الإنسان وحكومة نظيفة. هذه الخطوة الأمريكية مع الأخذ بنظر الاعتبار أهميتها المعنوية، لأنها تفضح العملاء التابعين للنظام الإيراني وتعريهم، فإنها غير كافية
إذ إن العراق بحاجة لما هو أبعد وأكثر من ذلك. ما ذكره وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مناتشين بهذا الصدد يؤكد الحقيقة ويثبت عمالة الفياض للنظام الإيراني، حينما قال: من خلال التوجه والإشراف على قتل المتظاهرين العراقيين المسالمين، يشن المسلحون والسياسيون المتحالفون مع إيران مثل فالح الفياض حملة عنيفة ضد الديمقراطية العراقية والمجتمع المدني. حل جيش العراق كان على لائحة مؤتمر لندن في ذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي. لم ينسى العراقيون كيف أن المستوطنين حكام اليوم جندوا أنفسهم تحت العلم الإيراني ورفعوا السلاح في وجه العراق. مقال للكاتبة باهرة الشيخلي. يتهم معارضون ومراقبون منظمة بدر التي يتزعمها العامري بتنفيذ عمليات اغتيال وقتل واسعة وقعت بعد سنة 2000، واستهدفت طيارين عراقيين وضباط جيش شاركوا في الحرب ضد إيران. كما وجهت اتهامات كثيرة للمنظمة بتنفيذ اغتيالات وانتهاكات واسعة النطاق ضد مواطنين سنة احتجزوا في سجون سرية كانت تديرها المنظمة. وانتقد أستاذ الفلسفة الدكتور عبد الستار الراوي، وكان آخر سفير لبغداد في طهران قبل احتلال العراق، تجاهل وزارة الدفاع في العراق حرب 8 سنوات، وقال في حديث مطول معي: إن وزارة الدفاع في العراق لا صلة لها بالجيش الأصيل، جيش 6 يناير، فقد تم حل المؤسسة العسكرية واجتثاث ضباطها وتسريح قادتها وحل تشكيلاتها. لم يبقى من جيش 6 يناير عام 1921 سوى الاسم، فقد حل جيش موازن من أجنحة الأحزاب المسلحة ومن ميليشياتها الإرهابية محله. ولذلك فالعقدة والحقد على هذا الجيش ستبقى تلاحقه ما داموا أحياء، وهم يعيشون هذه المفارقة كونهم لا يستطيعون محو تاريخ هذا الجيش وإنجازاته العظيمة، ولهذا فهم يحتفلون بجزء من التاريخ لأنهم لا يستطيعون نكرانه ويربطونه بجيشهم الذي تم تأسيسه بلا هوية وعقيدة وطنية عراقية، بينما يقفزون متعمدين على محطات مهمة من هذا التاريخ، وعلى وجه التحديد الحقبة الممتدة من عام 1980 وما بعدها. إن العقد والكراهية والحقد على جيش العراق الوطني البطل لم تكن محصورة بالنظام الإيراني، بل تشمل قيادات الولايات المتحدة ومن يحكمهم من الصهاينة. فلهذا الجيش صولات وجولات بددت وأضعفت صورة الجيوش الأمريكية في العالم خلال المواجهات في 1991 و2003 وأثناء صفحة المقاومة التي خاضها الجيش العراقي ضد قوات الاحتلال. في صحيفة لوس أنجلوس تايمز يرى جون لامبرت، الذي كان واحدا من آخر المسؤولين الأمريكيين الذين عملوا في إيران ومن ضمن الرهائن الذين احتجزوا في السفارة الأمريكية بطهران، يرى أن المشهد المخجل يوم الأربعاء في مقر الكونغرس أعاد له ذكريات مثيرة للرعشة. قبل 41 عاما وفي 24 نوفمبر 1979، وواجهت أنا وزملائي في السفارة الأمريكية الغواء مثل يوم الأربعاء غزوا لمجتمع الكابيتول. تغلبوا على قوات الأمن غير المؤهلة وبتشجيع من القائد الأعلى للبلاد. في طهران تعود طاقم السفارة على التظاهرات الصاخبة المعادية لأمريكا، وفي واشنطن كان الشرطة تتوقع مظاهرة صاخبة مؤيدة لترامب قرب الكابيتول. ولم تحدث حادثة مشابهة ليوم الأربعاء في واشنطن منذ 207 أعوام. وفي طهران لم يتوقع أحد مصادقة زعيم البلاد على احتلال سفارة أجنبية، ولم تحدث أمور شنيعة كهذا حتى الهجوم في عام 1829 على السفارة الروسية شجبته السلطات الإيرانية.
وفي كل من طهران وواشنطن فقد كانت السلطة التي توقعت حدوث الهجوم لم تكن هي التي منعت، وكان ترامب والمتواطئون معه يشعلون بشكل واضح أتباعهم ويغذونهم بأكاذيب مستمرة حول نتائج الانتخابات المزورة. ورغم هذه الإشارة المثيرة للقلق، إلا أن الغوغاء سيطروا وبسهولة على قوات الأمن غير المستعدة في المبنى، ولم تمنعهم حتى صرخة ترامب الفارغة عودوا لبيوتكم نحن نحبكم عن مواصلة شغبهم. وفي طهران وقبل 40 عاما توقع كارتر النتائج للسماح بدخول الشاه المريض، وبحسب مذكرات مدير طاقمه هاملتون جوردان سأل الرئيس مستشاريه: ماذا ستقولون لي عندما يتم اقتحام سفارتنا ويؤخذ أبناؤنا كرهائن؟ لم يسجل التاريخ أي رد على هذا السؤال. ويقول الكاتب: إن التشابه بين الحادثين مثير للخوف، ففي صيف عام 1979 قام زعيم إيران آية الله الخميني بتحريض أتباعه ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وحمل الأمريكيين مسؤولية المشاكل التي تعاني منها إيران. في كلتا الحالتين لعبا عاملان في الفشل، هما فظاعة الهجوم وكون استهداف المكانين يعد نادراً. نشرت صحيفة بوبليكو الإسبانية تقريراً جاء فيه إن الديمقراطيين يعدون العدة للقيام بمحاكمة سريعة لدونالد ترامب بهدف عزله، ورغم أن هذه الخطوة على الأرجح لن تنتهي قبل موعد انتقال السلطة في 20 من الشهر الحالي، فإنها يمكن أن تسفر عن عقوبات ضد ترامب حتى بصفته رئيساً سابقاً. قيادات الحزب الديمقراطي على غرار جو بايدن ونانسي بيلوسي ترجح بأن استكمال مسار المحاكمة والعزل السريع لن يكون ممكناً قبل موعد 20 من كانون الثاني يناير المقبل، حين يتسلم جو بايدن مقاليد السلطة في البلاد، إلا أنها قد تكون طريقة لمنع ترامب من ارتكاب تجاوزات أخرى خلال الأيام المتبقية له في البيت الأبيض، وتفتح الباب أيضاً أمام تسليط عقوبات عليه حتى عندما يصبح رئيسا سابقا، وذلك بغرض ترك أثر سيء في ملفه وعرقلة أي محاولة منه للترشح للرئاسة مجددا. وتشير الصحيفة إلى أن إلهان عمر النائبة المسلمة عن ولاية مينيسوتا قالت في تغريدة لها: أنا بصدد صياغة فصول وثيقة محاكمة ترامب الذي يجب استدعاؤه من قبل مجلس النواب وعزله من قبل مجلس الشيوخ، لا يمكننا السماح له بالبقاء في منصبه، إن الأمر يتعلق بحماية جمهوريتنا ويجب علينا أن نوفي بالقسم الذي أديناه. وتقول الصحيفة في تقريرها إن النواب الديمقراطيين في الكونغرس اقترحوا إطلاق محاكمة بهدف عزل الرئيس دونالد ترامب يوم الاثنين المقبل، حتى يتم التصويت على الإحاطة بشأن الاتهامات الموجهة له مع حلول منتصف الأسبوع المقبل في المجلس. أعلنت وزارة الداخلية التركية عن إحصاءات تتعلق بالمواليد وأسمائهم خلال العام الماضي 2020، وكان أكثر الأسماء انتشاراً زينب ويوسف. ولفتت الوزارة في إحصائياتها إلى أن تركيا شهدت ولادة 1,090,000 مولود عام 2020، وكانوا مناصفة بين الذكور والإناث. وتصدر اسم يوسف المواليد الذكور بواقع 7,540 مولودة، في حين تصدرت زينب الإناث بواقع 6,236 مولودة. والآن مشاهدينا مع كاريكاتير اليوم.
إذن مشاهدين بهذه الرسوم نصل لختام صدى أقلام اليوم. في صدى أقلام جديد نلتقي بعون الله، دمتم بخير، إلى اللقاء.